مش الكلنا عنا صاحبتنا ولا بنت خالتنا اللي تجي تشكيلها على قضيه انتي تعبة وتعمل في برشا حاجات يا اخي تبطلها. تعرفوا على احلام اكثر طفلة نعرفها على قد ما تتعب، لا تسلم في عائلتها لا ترخ في البير، ديما واقف على كل شيء، ماجور دو بروموسيون، اول واحدة فينا شدت خدمة، واول واحدة فينا عرست وما عندش برشا من اللي جابت صغير. ما نكذبش عليكم، عمري ما فهمت كيفاش تجري في هذا الكل، اما اخر مرة مشيت بحذاها كانت تحكي لي كيفاش باش ترجع تخدم بعد الولاد وكيفاش حايره باش تنظم وقتها. هي تحكي وانا باهته في 7000 حاجه اخرى اللي تعمل فيها وانا بحذاها، تركب في الفطور، تعمل لي في قهوه، لهي بالصغير، تخدم في ماكينه الحوايج، بضحك ولعب، المراه تعدي وهي في الدار 8 سوايع مسكرين قضيه كل نهار، يعني قد سوايع على الخدمه في الدوبل سيانس. الجوب ديسكريبشن هذا صح عليه في كونترات العرس نتاع المجتمع مش نتاع البلديه، اما ما يخلصك عليه حتى حد. يقول القائل يفهمي رجلها وينه في هذا الكل، هي النية موجودة وزيد مهروم بالكوجينة وعنده زن سطيب يعمل 66 كيف يفرح بينا كي نتلموا لكوزان في العيد ولا نهار لحد، اما كي نبدأوا حدنا مش معنا كبارات العائلة خاطر في صبرنا ما عندناش رجال تمديديها في القضية وهذي كلمة زي. وكي يبدأ البرا مع اصحابه في القهوة يحشم باش يقول لهم ماشي نقسم عمرتي في الاعمال المنزلية، في القضية نتاعو الكل تتلمها تلقاهيش 45 دقيقة قدمي طون تاع كورة، يظهر لي هذا زيدا كاتبينه في الجوب ديسكريبشن متاع الرجال، دون تاع تشخيشة، خطر كوجينة، ما تهز كان وذين قفة القضية متاع المرجي. تعمركم سألتوا رواحكم علاش النساء ينجحوا أكثر في القراية، أما الرجال يوصلوا أكثر في الخدمة؟ هاو علاش؟ كان جات المرأة تخلص على قد سوايع المسحان والتطيب والتخمام على الفطور والعشاء، راهي عندها فلوس للسنة. تيم الأخرة، العدول ولاني للمرأة في تونس، لاهو النساء ولاهو الرجال. المجتمع والسيستم اللي سهل لها حياتها باش توفق بين الخدمه ودار ولا خلصوها على سويع اشغال شاقه ولا هو بالصغار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حد مره هاي الحمد لله الحمد لله الحمد لله حد مره.